السلام عليكم جميعا ويعطيكم العافية. وصلت أول شخصية إضافية للعبة ستريت فايتر 6 وهي الشخصية العربية رشيد. قلت اليوم باخذكم في تجربة الشخصية ونشوف له جيم بلاي، بالإضافة أني أعطيكم نبذة عنه ونتعرف عليه أكثر. أتمنى يعجبكم المقطع وتستمتعون فيه، لا تقصرون بالدعم باللايك والنشر. والحين خلونا نبدأ. أول ظهور لشخصية رشيد في الجزء الماضي ستريت فايتر 6، واللي كان مميز ومبادرة حلوة من كابكوم لاهتمامهم في الجانب العربي أو توفير شخصية عربية. وبشكل مختصر، شخصية رشيد تعتمد على السرعة في الحركات والمقتبسة من نظام الباركور والخفة والبهلوانية، بالإضافة لاقتباس لموضوع العواصف الرملية اللي مشمولة في القتال معه. وبالنسبة لشخصية رشيد وقصته أو أصوله، ترجع أصول رشيد في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، وفي مصادر تقول أن الشخصية سعودية. المهم أن التصميم مقتبس من اللباس العربي بالكامل، الخام الأبيض، هذه الأمور، لكن طبعا مع لخبطة وتأليف مصممين كابكوم. المهم بالنسبة لشخصيته، يعتبر صاحب خفة دم ويحب المرح وشخصية هادئة بنفس الوقت، بالإضافة أن رشيد يعشق التكنولوجيا بشكل عام ويجمع بعض الأجهزة والأشياء المتطورة، وبالتالي صار صانع محتوى ويحب يصور. المهم بالنسبة لقصته، هو فقد شخصية عزيزة عليه اللي هو صديقه اللي تم اختطافه من منظمة الإجرام شادلو اللي موجودة في يونيفرس ستريت فايتر. بعدها بدأ يسافر لمختلف الدول للبحث عن صديقه، طبعا مع المرافق المدرب معه، والمدرب دائما يقول له انت ما تقدر على هذه المهمة لانها صعبة جدا. وبالتالي رشيد لما كان يسافر حول العالم يشوف شخصيات او المقاتلين وبدأ يواجههم، لان اساسا هو مقاتل، وبدأ يواجه شخصيات ستريت فايتر ويتطور في هذا الموضوع، لين وصل الى شخصية ريو واللي صار بينهم تحدي مباشر قوي. المهم استمر رشيد في مواجهاته مع الشخصيات وحب دائما انه يوثق القتالات، وبتشوفون هذا الموضوع في هذا الجزء لما تجرب اللعبة حاليا، بتلاحظون انه بين المعارك يحط الكاميرا ويصور الحدث او المواجهات. المهم الحين ندخل في تجربة شخصية رشيد ونشوف الجيم بلاي مع بعض. طيب يا شباب، تكلمنا عن شخصية رشيد بشكل سريع والحين بنشوفه في الجيم بلاي في ستريت فايتر. طبعا مكتوب هنا اخبار رسمية، رشيد ارايفز، متوفر حاليا في كل المنصات اللي فيها طبعا لعبة ستريت فايتر. الشخصية قابلة للعب لكن لازم تشتريها. طبعا تقدر تشتري الشخصية منفردة او انك تاخذ الون يير باس، هذا انا اخذت شريت هذا اللي يفتح لي الشخصية، وفي طبعا الالتيميت باس اللي يعطيك امور اكثر، كل واحدة شارحة نفسها. فنرجع حاليا ونجرب ستريت فايتر ونشوف شخصية رشيد في الجيم بلاي. اوكي نبدا حاليا نشوفها مع بعض. طبعا الحلو في الموضوع انك مو شرط تلعب يعني بكثر عشان توصل الحركات، ممكن نحط نظام المودرن الجديد ويعطينا حركات رشيد بشكل اسرع وتشوفونها مع بعض. هذه الشخصيه مثل ما انتم شايفين يعتبر هو باركور على مصور ويحب المحتوى ويصور نفسه سيلفي وهذه الامور، فبتشوفون تقريبا حركات الدور حول هذا المحور. فنختار، شوف شكله بيطيح. اوكي اختار الشخصيه، طبعا بحط النظام الحديث علشان ادخل في الحركات وتشوفونه، لكن لو حبيت اتعلم عليه من الصفر راح استخدم الكلاسيكي، لكن ما يمدي حاليا عشان الموضوع بشكل سريع. جولات واحده علشان يكون سريع، الصعوبه النورمال، وهذا الشخصيه تشوفونه تفاصيله. نضغط اوكي وهذه قصته او نبذه بسيطه عنه. My name is Rashid, but I'm also known as Rashid of the Turbulent Wind and the Soaring Eagle of the Desert. You can pick whichever you like. They both sound pretty good to me. A while back, I got myself in a little... bad choice of words. It wasn't little. I got myself caught up in something big. I lost a close friend in the process. But I also helped take down a gigantic criminal organization. Long story short, there was a global-tier terrorist attack in the works. But in the thick of it all, I came face to face with tons of top fighters. Some I fought alongside, and some of them I had to butt heads with. Up until that point, you could say that I went wherever the wind took me. But everything that happened got me thinking about my future, my own, what I want to do, and what only I can do. And then it hit me. Travel the world, seek out top-class fighters, and then vlog all our awesome fights. I mean, think about it. There are plenty of strong fighters out there, but only cool, flashy moves like mine have the mass appeal to pull in those viewers and subscribers. So, I busted out the wallet and got a new camera. And I'm just about to get this party started. اوكي شباب، مثل ما شفتوا رشيد يعتبر صانع محتوى ويحب السفر ويعني مهتم في هذه الامور. طبعا تشوفون حركات الشخصيه، بعض الحركات ذكرنا في الناس اللي ياخذون سيلفي، بوريكم في الجولات الثانيه. اول جوله مع زنقي في المصارع، ويعتبر من المصارعين او اللاعبين المزعجين لما تواجههم في اللعبه،
حتى على الصعوبات البسيطة. عموما أنا مختار المودرن مثل ما ذكرت. أوكي بلش فيني. أوكي نحاول نشوف الحركات. هذه واحدة اثنين. يا سلام. أوه صادني. شوف زنقف مشكلته لازم توخر عنه لأن هذه نقطة ضعفك. اتجاهها يمسك. أوكي مسكني. لحظة لحظة خلنا نشوف حركاتي. الطيب هاجمنا على طول. جميل. عم نتعلم على رشيد شوي. ايوه لا طافت حسافة. تقدر ارفع فوق. اوف ايوه اكسر الكومبو. حلو. لا 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 رحت فيها. بس لا حلو حلو في مجال. اوف شكلي ما راح افوز. ايوه ارجع ورا شوي. لا لا اوكي قضى علي. اوكي زانجيف وين فاز علينا. ما عليه فقط خمس جولات اوريكم حاليا. الله رشيد انهض. اولها خساره. شوف الحين نصور محتوى. اوكي انذر تيك. بحاول مره ثانيه ما عليه. 4K بعد تشوفون اتش دي فوق. ما له شغل الوايرلس او البطاريه ما ادري. يلا نبدا. تعال. حلو. لا 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 سكت. حاول استغله في البدايه دمجه كثر ما اقدر عشان ارتاح اخر شيء مو يمسكني على طول مسكه واحده يقضي علي. ايوه شوف هني مثلا نرجع ورا. شوف السلايد هذا. لا لا اوف ما في فايده. اوكي عندي سوبر صغير. تعال. ايوه ارفع. هلو كفو والله. بعد طبعا يعتبر من الشخصيات الصعبه لما تختار الشخصيات يكون في صعوبه التحكم وكذا فهو هارد كشخصيه او نظام حركات. اوكي اطارت الكاميرا تشوفون يحاول يصور اي لقطه. كلمه اضافه ستوديز. ايوه جامايكا. يلا المقاتل الثاني دي جي. شوف الحركات الثانيه اللي يسويها في هذه حلوه. اوكي شوفون داير كل نظامه انه يتصور كصانع محتوى فلوجر وكذا. اوكي دي جي بعد يعتبر صعب. حاول اشتغل الطاقة من البداية. وهذه حركات شوف حركات رشيد دائما تحوم حول البهلوان. لحظة شوف دائما يسوي فليبس وكذا. شوف حلو حلو. ايوه كومبو طايرة فوق. روح ايوه حلوة. شوفه لا صدها. ودي اشوف الالترا. لحظة تعال. لا 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 والله صادني. حلو اخر هت خالصين. باقي جولتين نخلص القصه. طبعا خليتها اكثر شيء بس نشوف المحتوى اللي فيها. اللي بعده شاحنه بونس ليفل. في حركات ثانيه. شوف بياخذ سيلفي. حاضر لازم تسوي اقوى حركات عندك عشان تدمجها كثر ما تقدر باسرع وقت. هذا الفكره يعني. حلو انقلبتها. يا سلام الترا. حلو سوبر خلاص كومبليت. 15 ثانيه هذا السكور اللي حصلته. المقاتل اللي بعده بلانكا. يا سلام دائما يحط لك الدميه اللي على الارض والحركات. طيب ويلكم تو ذا ستريت. يا ليت عربي. يا ليت خلوه يتكلم عربي. غلطانين كابكم. خلينا نتكلم انجليزي. حلو. اوه حركه الطيران هاي حلوه. لحظه نجربها مره ثانيه. لحظه سوالي باردي كذي. بعد اوكي نروح الجهه الثانيه. لحظه خلينا نعطيه مسكه. نجرب المسكه. لا مسكني. اوكي عندي سوبر بس خلنا امسك. اوه حلو فلت منه. روح تكون ما تدمج والله. بعد بلانكا من النوع اللي ما يدمج بسهوله. طيب نجرب الحين السوبر بالوقت المناسب. روح اوكي حلو نايس. صعب صعب صراحه يا رشيد. يبي له تدريب حتى على المودرن مو قادر اضبط الحركات. اوكي اخر شيء. لا 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 قطع علي قطع علي. اشوه حلو سويت التورنيدو. الحين المرحله الاخيره
اوكي. ريو. ريو هو الزعيم الاخير. Now, next step. My informants told me that there was a certain legendary fighter around here somewhere. اكيد ريو. Man, I'm so excited. I'm going to get some awesome footage. حلو بيصور، اهم شيء عند التصوير. ولا داري عنه ريو. It's been a while. اوف. Yeah. I came here for a rematch, Ryu. Rematch. Will you do me the honor? طيب. Of course. يبغينا شوف عيونه. اوكي. تعال يا ريو. Welcome to the stream. This will be a good fight. يلا. هذا الزعيم الأخير ريو، تبدأ المواجهة. أيوة هذه حلوة. فوق، نرفع فوق. سكاي هاي. لازم أخذ بانش واحدة على الأقل بعدين أرفع. لا لا. أوكي خلاص آسف. روح. لا صدها. أوكي. لا 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 لا. لا. لا 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 حطني بزاوية. لازم نفلت منه. تعب امسك. لازم امسك مثل ما امسك. ايوه حلو. لا لا لا. سوبر. ساتر. ماشي يا ريو. ريماتش. تعال. اوكي نزل مستوى. حاول شكل علم من البداية ما اعطي مجال. اوه على طول قلب علي. ايوه لا 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 كومبو بريك هذه مشكلة. اعطيه مسكة. لا عندي سوبر. ايوه ارفع حلو. نايس كمل. حاول امسكه. شوف سويت حركات فوق. ايوه حلو نايس. بس قضيت عليه. بس فنشناك يا ريو. خلصنا منه. مبروك رشيد هذا الفوز. As soon as my battle with Ryu began, the thought of filming the whole thing didn't even cross my mind. Okay. I don't know how to explain it exactly, but it was like only the fight mattered. Just a pure desire to fight with no distractions. It gave me something to think about. I might end up being like that someday. No videos, no streaming, no distractions. One day, I might walk down a similar path. That said, I just bought this thing, so I guess I've got to get my money's worth. كان يبي يعتزل من التصوير وصنع المحتوى وزاد طور أغراض زيادة. Okay. Next up, battle videos taken from a drone camera. أوف عنده درون الحين. طيب يا رشيد. أوكي شباب كانت هذه تجربة شخصية واستعراض خفيف. أتمنى عجبكم المقطع واستمتعتوا فيه. طبعا ودي أدخل في التدريب وأشوف وأتعمق في حركات، لكن أنا مو لعيب ستريت فايتر، بس أحب ألعبها للمتعة فقط. إن شاء الله بعدين الشباب يوصلون عندي المحترفين في ستريت فايتر ويعطوني رأيهم عن التجربة. وتابعوا إنستغرام جيمر سناك وتويتر وأحط هناك جيم بلايز أكثر ونشوف حركاته بدقة أكثر. يعطيكم العافية على المتابعة. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم على خير. مع السلامة.